عودة مشاهدينا مرة أخرى للنبأ الأبرز في نشرتنا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، والذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذلك سبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.